قالت لي شوفي غنعطيك فلوس وسيري خديهم وخرجي عيشي حياتك، وبعدين من هادشي راه غتجيبيها فراسك. تخرجش الاعلان، ما تضربش في عرضي، ما تضربش في شرفي، ما تجبدش هذاك الراجل، تخلي القضاء غادي، المسطره غاديه تخليه. انا داك الايامات 30 مليون قالت لي يا ربك مات مقتول وانا معايا ناس كبار وما دارش تشريح وباك تدفن وصافي دابا سالينا سيري جري طوال. الخطا اللي درته ولدي في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس، هذاك هو الخطا الكبير اللي درت في حياتي. هكا ماما قالت لي سلمي على ماماك، قال لي ما تسلميش عليها راه ما كتستاهلش. قال لك ما تسلميش عليها راه ما تستاهلش هكا؟ قدام قسم بالله العظيم. يعني ما تسامحيش معاها؟ نسامحش معاها، نسامح معاها. انا شهرتني، انا خلاتني في المنابر الاعلاميه، كلشي تيهضر فيا، كلشي تيسبني، كلشي تيطعن في شرفي، كلشي تيهضر في ولادي، كلشي تيهضر في بناتي. لا سي مهداوي هذاك راه شرف. تبغي ماماك تدخل الحبس؟ ماشي نبغي ماما تمشي للحبس، وكون بابا قتل ماما نبغي بابا يمشي للحبس. انا كنسولك ما فهمتش. راه كون خويا يقتل اختي نبغيه يمشي للحبس. زوار الموقع مرحبا بكم، نحن في منزل والدة نور الدين العطور. نور الدين العطور كولونيل توفي سنة 2018. محضر الشرطة يقول بأن نور الدين توفي نتيجة حادثة سير، أو يحتمل أنه نتيجة حادثة سير. وأسرة نور الدين وتحديدا ابنته ابتسام وإخوته يقولون بأن نور الدين توفي نتيجة جريمة قتل مدبرة. في هذا الإطار نستضيف ابتسام ابنة الكولونيل نور الدين العطور رحمة الله عليه، لنسلط الضوء على هذه القضية. هذه السيدة التي هي بين نارين، نار الحقيقة والبحث عن الأب، ونار يعني الفاعل أو المتهم بالنسبة لها اللي هي الوالدة، كيف لهذه الشابة أن تقتحم هذه القضية يعني المرعبة والخطيرة جدا، خاصة كما كنقول وأنها بين نارين، نار الأب ونار الأم. ابتسام مرحبا بك. شكرا. أمي فاطمة زوجة الكولونيل المرحوم نور الدين العطور لسماع روايتها. أمي فاطمة مرحبا بك. بارك الله فيك. كنشكرك بعدا أمي فاطمة. بارك الله فيك. مرحبا بك. السؤال بعدا نقول للجمهور الكريم، أمي فاطمة بغاش يبان وجهها، داك الشيء من حق ديالها، عندها عائلة، عندها الحساب روايتها، كاين أبناء، ما بغاش الوجه ديالها تبان واحترمنا الإرادة ديالها. أمي فاطمة واحد السؤال. أنا ولدي علاش اختاريتينا حنا؟ انت اللي عيطتي لنا. انا اللي عيطت لك ولدي. انت عيطتي لي، علاش بغيتينا حنا بالضبط دوزي عندنا وما تزيدش قنوات اخرى؟ علاش؟ لان يعني انت ولدي والقناه ديالك تتهضر في الواقع، كتقول فيك النزاهه وفيك الشفافيه. الله يحفظك. شتي القناه الوحيده اللي كتقول الله يشك الله يكبر بك اللي كتقول الواقع. الله يحفظك والله يرحم، الله يرحم، الله يرحم السي نور الدين مره اخرى، وكنقدم لكم التعازي مره اخرى باسمنا واسم طاقم الموقع والانصار والمتتبعين. الله يرحم السي نور الدين. عرفت منين غنبدا هاد؟ تبعت بزاف ديال الخرجات ديالك بخصوص هاد القصه والناس عرفوا عدد منها، ولكن كما قلت في التوطئه انا اللي تارني بزاف وبقوه هو كيفاش انت بنت ديال اب وديال ام، يعني الاب هو توفى الام بقى حيه، يعني صعب يقبلها الانسان هذا. قبل ما نمشي لهذه النقطه هذه وغادي نسلطوا شويه علاقتك بالاب، علاقتك بالام تاريخيا، خلينا نبداو بعدا نذكروا البعض ربما ماشي كلشي يتبع القصه باقتضاب. يوم الحادث هو 18/3/2018. شنو انا بغيت كيفاش تلقيتي الخبر وفين كنتي وشنو اللي وقع باقتضاب؟ كنت هنا في الدار عند امي، جانا الخبر، عيطوا لنا غير العائله في التليفون، قال لك راه الاب ديالي توفى. مشيت بحكم على ان دار امي ما بعيداش بزاف على دار بابا الله يرحمه، راه بيناتنا غير شي ثلاثه ديور. خرجت كنجري كنلقى الناس واقفين والجيران والعائله، كاين اللي جاي بعيد وصل قبل منا، حنا كاع اللي العائله ديالو اللي كان خصنا نعرفو قبل، كيقولوا لي راه باباك مات. ما وصلش شي ثلاثه دقائق الام ديالي جايه، امي جايه داخله، قلت ليها تنقول ليها فين هو بابا، شنو طرا البابا؟ كتقول لي باباك راه مات، صافي سالينا فضينا باباك راه مات. هي كتهضر معايا وانا كنشوف يديها،
تما لاحظت على ان يديها مكموشي، جايه اختي حتى هي من موراها كنقول لها شنو ما لا دار بابا. دابا الدار دابا كاينه اه غير حدانا غير ما غير شي ثلاثه الديور. تلاقيتي انت وماماك في الدار؟ تلاقينا انا وياها، انا يلاه داخله باقا كنهضر مع الناس والعائله اللي سقوا الخبر قبل منا وصلوا. حنا وصلنا هما حنا سقنا الخبر حنا المعطلين شي 10 الصباح. شي 10 الصباح لقينا الناس كاع قبل منا سايقين الخبر وحنا ما سايقينش الخبر. هذيك الليله بيت نتوما كاملين في الدار؟ لا انا ما بيتش انا داك النهار، انا عند امي. اه عند امي هذا الدار. اه هنايا ماما كانت تما هي وبابا وخواتاتي الاخرين. اه لا جوج. نتوما شحال بخير؟ حنا اربعه. آه. عندي اختي واحده اخرى راه عايشه في ديال اسبانيا. داك اذا كاين جوج صغار منك؟ اه صغار مني. كانوا تما. آه. آه. وانت بيته هنا؟ انا بيته هنا. آه. انت تلقيتي الخبر في الدار هذا؟ اه هنايا تلقيت منها. مشيتي للدار؟ مشيت. لقيتي ماماك ولا عجات وراك؟ لا عجات مورايا. شحال بيناتكم؟ تكون شي خمسة دقائق كاع. ملي مشيتي لقيتي الدار عامره؟ اه لقيت الدار عامره. تما شفت يديها قلت لها مالك، ملي شفت يدي انت اختي قلت لها مالك، قالت لي راه غير القطه صافي. يديها مكموشي قالت لي صافي غير القطه. هذاك وجهها كانت دايره الدره، كانت دايره الدره ما. صافي قالت لاختي سري قلبي لي على لي كون ديال باباك البيضين ديال الخدمه وطلعت للفوق. انا حتى انا طلعت كنقول لها فين هو بابا، كتقول لي صافي بابا. كنتي شفتي ماماك انت نهار قبل؟ غير نهار. آه غير ما نهار. كان في يديها والو، ما كانت حتى شي حاجه غير نهار قبل. وما شفتش غير انا، شافوا العائله كاملين. الحادث كان في 18 شهر 3 2018 مارس. هذيك الليله السي نوردي الله يرحمه بيت هنا في الدار؟ لا ولدي ما باتش في الدار هذيك الليله. لا ما باتش ولدي في الدار الليله كامله. الليله كامله ولدي ما باتش في الدار، راجلي ما باتش في الدار. فوق شفتي انت اخر لحظه غتشوفيه؟ اخر لحظه ما بين العصر، المهم لقيت هذا العصر خرج. اه مشيتي انت وياه؟ مشيتي انت وياه عند دار؟ لا ما مشيتش ولدي. ابتسام كتقول بانك جاوت ما مشيتش ولدي. انا راجلي مشيت انا وياه، كنا من الصباح خرجنا انا وياه كنقضيو داك الشيء اللي تيخص العرس. ما دزتوش تما للدار؟ ما دزتش للدار، خرجنا كنتقداو وجينا ومشينا لواحد الهري باش كنتقداو. تلاقى مع اختي الوقيته ديال الثلاثه ولا الجوج بحال هكاك، تلاقى مع اختي. اه تلاقى مع اختي وجينا للدار لهنا. جينا انا وياها للدار واختي بقات في. شحال الوقت باش رجعتوا لهنا؟ تقريبا شي ساعه بحال هكاك. يعني كنتوا هنا في شي ثلاثه ونص ثلاثه حنا في دارنا. ومعيش خرج غادر حتى تغدى وجمع ولبس حويجاته وقال لي انا غادي نمشي نتسني لا ديسيزيون دو كونجي، لان كان خصو كيوجد العرس. تيوجد العرس. هذيك خرجتو؟ هذيك خرجتو حتى الصباح. ما شفتيهش كاع؟ ما شفتوش. كيجي الصباح تيدقوا عليا البوليس. شمن ساعه؟ ما بين المهم الصباح ما بين 8 7 ونص بحال هكاك. 8 7 ونص ديال الصباح؟ ديال الصباح. اه جاو عندك هنا البوليس للدار؟ جاو عندي البوليس يدقوا عليا. اه زيد؟ اه ماشي نتوما مشيتو؟ لا ماشي جاكم تليفون؟ لا حيت انا سمعت شي روايه ربما. لا جاو عندي البوليس برجليهم، جاو عندي البوليس حتى للدار دقوا عليا. سلام 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 سلام. أه. قاوني كنت ناعسه وهما اللي فيقوني. اه طليت يلقى البوليس قال سلام سلام. وهما ما قالوش لي، راه قالوا لي اجي جيت تشوفي راه لقينا واحد السيد. اه ميت بغيناك تمشي تعرفي على الجثه. داوني للكوميساريا كنلقى المرحوم الله يرحمه كاين في السياره ديال نقل الاموات. اها عراو عليه؟ عراو عليه قال لي واش هو هذا؟ هذا هو العطر. كي استقبلتي؟ صدمه. ما صدقتيش؟ ما صدقتش واش انا هو؟ ها؟ ما صدقتش. جاتك سمعنا شي روايه ما بكيتيش كاع ملي مات؟ ما بكيت. ها؟ بكيت. شكون ما كيبكيش على شكون اللي ما تيبكيش على الزوج ديالك؟ كلشي العيالات الا مات الراجله اي مراه كتبكي. شحال عمر العشره انت وياها امي فاطمه؟ تقريبا 28 سنه حتى 30 سنه عمر بنتي. زواج؟ اه زواج. هذيك الساعه كي كانت الاجواء البكا والصدار. اه كلشي يبكي. كلشي. ماما لا حنا اللي امي وعماتي وعمامي وخوتك وماماك حتى حد ما كيبكي. كلشي ماما كتقول لي غير يديوه غير يديوه. هذا النهار الاول غير يديوه صافي غير خرجوه يديوه. جالسه كلشي جالس على اعصابه. انا حتى من بعد عاد عرفت كلشي جالس على اعصابه باغي غير وقتاش يخرج. كتقول غير يخرج؟ اه غير يديوه. ربما ما قدرتش تشوف ذاك المشهد انت اللي فهمتي ديك اللحظه؟
ما فهمتي والو ديك اللحظه؟ ما فهمت حتى حاجه. كنقول ما فهمتش، كذبش عليك. صافي قلت لهم لا غندخل نشوفو. منين دخلت شفتو بقيت جالسه معاه، بقيت جالسه معاه كنقيس هكا وجهو، رجع الكفن شويه اللور كنشوف على انه وجهو مقموش من جهه العين. هنا كل شيء هادشي مقموش، هادشي قميش. قميش. هما اللي كانوا مع خوه، هو اللي كان خوه، كان هو اللي كفنه والعائله ديالو. خو السي نور الدين هو اللي غسلو. هو اللي خوه. بلاش الاسم بلا ما نقول اسمه. خوه هو اللي غسلو. خوه هو اللي تكلف بالغسل وبهذا وبالكفن. كانوا هما بجوجهم، خوتو بجوج. قال في تصريح. قال انا اللي غسلته. انا اللي غسلته، هو اللي غسلو. كاينين وكاينين عائلته كاملين، العائله ديال السي عون ديال المرحوم كاينين كاملين، ما كاين حتى شي واحد من عائلتي. ما كاين حتى شي واحد من عائلتي. الا عائلته، هما اللي تكلفوا بكل شيء. هما اللي تكلفوا. شفتي انت كشفتي بلي على ولك شفتي وجهه؟ شفتو. كان عنده شي قميش ولا شي حاجه؟ ما في حتى شي حاجه، هما ملي شاف القميش كان يقول لهم حبسوا. كيفاش؟ هما ملي شافوا شكو. اللي كانوا يغسلوه. يقول لهم حبسوا، يشكو دابا القميش. كان هذاك اللي كفنوا يقول لهم حبسوا ما دفنوش حي. اللي غسلوا كون شاف شي قمشة وحبس ديك السيف. يقول لهم ما دفنوش حي، بقينا شاكين. داز داك النهار الاول هكاك، نهار الثاني، نهار الثالث مشيت عند ماما قلت لها بابا مالو؟ قلت لها شنو طرا؟ قولي لي انت كنتي مقموشه بابا، راه شنو شفت فوجو؟ قالت لي لا ما تسولينيش على داكشي اللي فوجها باباك، راه الباربريز تهرس ودخلي فوجو. صافي بقيت كنلح عليها كنلح عليها، قالت لي وعرفتي شنو؟ راه باك مات مقتول. وصافي سالينا في الضينه ياك تدفن. نهار الثالث ماشي داك النهار، نهار الاول ونهار الثاني حتى نهار الثالث. قالت لي ربك مات مقتول، و الا تعرفات الحقيقه راه غي انا معاك. قالت لك لحظه هدوء ولا غضب؟ لا قالت لي وانا تنشوف في عيني انك تهضر بصح، ما ماشي كتضحك معايا. واش كنت تشوف شي مشاهده؟ لا ماشي كنا خرجت بالغضب. اسيدي باك مقتول مثلا؟ لا لا كنا جالسين كنهضروا، وانا تنقول لها شوفي راه شفت بابا، وها منين عرفتني بحال حسيت بشي حاجه. عرفت كتبحتي؟ عرفتني غنبحث. قالت لي يا ربك مات مقتول، وانا معايا ناس كبار وما دارش تشريح، وباك تدفن وصافي دابا سالينا سيري جري طوالك. شنو المقصود ناس كبار؟ ما عرفتش دابا خرج باش انا نبرر نوضح للناس بزاف ديال الحوايج. شنو الحوايج اللي ضروك اكثر؟ انني انا تهمتني بانني انا تنعرف الناس كبار. انا يدي كاين هاد الفكره، ولكن قلتي لها انت راه كنعرف شي ناس كبار. انا ما قلت لها حتى شي حاجه. ما عمري قلت لها هاد الكلمه. ما عمري انا وياها وصلنا شي هضره كتخص الموت. كتخص شي حاجه كتخص باها. هادشي اللي قالت لي انا كنقول لك نهار ثلاث ايام. ما كانش حداك شي اختك ولا شي وحده كتسمع هاد الهضره؟ اخوتي كاملين كانوا حدايا كيسمعوا هاد الكلام. كيسمعوا هاد الهضره. ملي قلت لهم اجي نقلبوا شنو هادشي شنو طرا لبابا، قال لي سري قلبي على حق باك راسك. ام فاطمه واحد النقطه كانت موضوع جدل، علاش ما بغيتيش التشريح الطبي؟ قلتي لا التشريح ما يكونش. انا حنا كلمه التشريح ما دارش عندنا في الدار كاع. حنا ما كانتش عندنا حتى حاله شك. حاله شك بان كاينه شي حاجه، لان حنا واثقين في الامن، واثقين في الناس اللي داروا المعاينه. انا واثقه في كل شيء. انا ما غنكذبش انايا الناس اللي داروا المحضر والناس اللي داروا المعاينه، ما غنكذبش انايا الشرطه العلميه، ما نكذبش انا هذوك الناس. كان عمامك عندهم نفس الهواجس ولا؟ لا داك الساعات باقي انا ما قلتش لهم راه شنو كاين ولا سال. من بعد عاد جيت لعندهم قلت لهم راه انتم شنو قالت لي شنو قالت لي شنو قالت لي؟ قالت لي وهي تقول لي امي مت بابا، قالت لك راه انا قالت لي نفس الهضره، قالت لي التشريح ما يدارش، وقالت لي نفس الهضره. انتم طلبتوا بالتشريح؟ حنا ما كنا حتى واحد فينا. صافي حنا انا نهار الاول والثاني الثالث قبل ما تقول لي داك الهضره، انا راه عارفه بابا مات باكسيد، راه كتقول لي باك مات ثلاث ايام الاولى. ثلاث ايام. اذا من بعد عاد طلبتوا التشريح؟ ما طلبناش التشريح. من بعد ماشي على التشريح، من بعد هي اللي كتقول لنا التشريح ما يدارش من الاول. والنهار اللي تدفن بابا الله يرحمه. لا اسمح لي، كتقول لكم التشريح من الاول، واش عبتي كنت تلقائي ولا كيقول لها شي واحد بغينا التشريح كتقولوا لا؟ هي اول واحد حنا من قبل ما نعرفوا حتى شي حاجه تتقول لنا التشريح ما يدارش. عاد بوحدها؟ التشريح ما يدارش. علاش؟ ما عرفتش. غير هكا كتقول التشريح ما يدارش؟ قالت لك التشريح ما يدارش. التشريح ما يدارش. ونهار تدفن بابا الله يرحمه قالت لك صافي انايا دابا عاد ارتاحيت. لما قالت هذه؟ اللي هي انا وكل شيء.
انت تقولها تتقول لي صافي دابا انا عاد ارتحيت منين تدفن دابا انا عاد ارتحيت. لا هذه تقدر تأول في شي اتجاه عادي مثلا ارتحت من الموت من الزياره من كذا لا تشريح واش قالتها قدام الناس. واو انا ما باغيش التشريح. راه كانت كتقولها ماشي قدام الناس قدام العائله. يلا قدامنا حنايا. واخا زيد نهار الثالث. نهار الثالث هي اللي قالت لي فيها هذيك الهضره اللي قلت لك صافي. لا بغيت نعرف شنو درتي كخطوات من بعد. خطوات بديت كنتخذ اجراءات اخرين حتى انا وليت كناخذ اجراءات اخرين راه واقيلا فهمتيني شنو بغيت نقول لك. صافي باش انا نخلي الدليل ماشي غير سجلتيها باش ملي نوض انا نهضر ماشي نبقى نهضر غير من فراغ يكون عندي الدليل علاش كنهضر. ايوا سجلتيها يعني اضطريتي تسجليها. بغيت نعرف الحقيقه خصوصا ملي كيقولوا لي حق باك الفكره ديالك ولا اقترح عليك شي واحد ما اقترح عليا حتى شي واحد الفكره ديالي انا هي كتعطيك معلومات ولكن غدا غتنكرك. قالت لي كيقولوا لي خوتي كيقول لك احنا ما نقلبوش معاك سيري قلبي على حق باك صافي عرفت راه حتى واحد ما غيعاوني وحتى واحد ما غيزيد يقول لي التفاصيل الاخرى اللي كاينه راه خصني نمشي نخرج نقلب راسي نعرف شنو طرا وشنو بحال شنو بقات كتقول لك في التسجيل مثلا. كتهددني راه غيطرى لي بحال اللي طرى البابا الا ما سكتش التسجيل كتهددني غيطرى لي بحال اللي طرى البابا غير كتدخلي عندها السلام كيفاش ولا كتمشي من هنا فكر. لا كنمشي كنقول لها قولي لي شكون هذوك الناس الكبار اللي قلتي كتقول لي انا ما غنقول لكش انا معايا ناس كبار وانا ما غتصوري حتى شي حاجه وسيري جري طوالك راك ما غتصوري حتى شي حاجه وحتى حد ما غادي يعرف لا شنو طرا لا شنو ما طراش هذاك الشيء اللي بغيتو انا هو اللي دار هو اللي كان وبزاف ديال الحوايج. كي كانت علاقتهم؟ علاقة بابا وماما؟ كانوا بحال اي جوج مزوجين مرة تتشوفهم فرحانين مرة مدابزين. لا عادي لا غير واش داك الصداع اللي مباين يومي ولا عادي بحال داك اي اختي؟ لا داك الصداع اللي يومي كانوا كيتفرجوا فينا كاع عباد الله والجيران راه شاهدين على هادشي. دائما راه دائما تقريبا. ها؟ راه دائما. وشنو كان سبب الخلاف؟ الفلوس ولا كانت كدابزوا؟ كانت نقاش اي نقاش عادي بحال اي رجل ومرأة. بحال اي رجل ومرأة. ما عمره ما ضربك؟ ما عمره قصني وشادت الجيران عمره الراجل ما حط عليا يديه ملي خداني ملي خداني عمره ما قصني. ياك هو كاين هذيك المواجهات اللفظيه ما بحال اي الازواج عادي ملي كيوقع شي نقاش راه كل واحد راه عادي عادي. انا ما عمري شتا داري ما عمري ما خرجت منها ملي كيوقع شي نقاش انا حتى داري ما كنغضبش منها ما تنخرجش انا من داري. هاد الكلمة ديال ما عمرك خرجتي من الدار؟ ما تنخرجش مع عمري ما غدرت من داري. هادي عمرك غادرتي؟ كي كانت علاقة امك بيك تاريخيا؟ كانت بحال علاقة أي بنت مع امها. كتجمعي معها تعاودي لها أسرارك؟ ما هي ما كانتش كتبغي تبقى تعاود لي كل شيء ما حيت عارفة لك قالت لي شي حاجة أنا ما كنسكتش. غنوض غنبقى نقلب غنبغي نعرف. لا وقعت لك شي حاجة في القراية؟ لا تنعاود ليها تنعاود ليها تنتقرب منها والحمد لله كانت علاقتي بها بحال أي بنت مع امها. كتحسي بحنانها؟ كنبا حنين فينا اكثر. كان بابا الله يرحمه حنين فينا حنا البنات اكثر. خوتك كانوا قراب لك اكثر؟ اخوتي كنا عايشين. تعاودي لهم يعاودوا لك؟ تعاودوا ليا تنعاود ليهم نخرجوا بجوج ندخلوا بجوج اي حاجه كانت انا كنهز التليفون نعيط لاختي اختي عاوتاني اي حاجه كانت تهز التليفون انا الاولى تعيط ليا. هادشي اللي يعني العلاقة كانت زوينة مع الوالدة بحال الوالد كانت زوينة غير الوالد كنتي كتحسي به قرب. بابا كان هو اللي مقرب راسو لينا حنايا كيعاود ليا كلشي كان هو مقرب راسو كيعاود ليا الصغيرة والكبيرة عندي خدمته ومشاكل كلشي كيعاودوا ليا. كي كانت علاقتك ببنتك؟ ما كاين حتى شي علاقة بنتي ما كتربطني بها حتى شي علاقة. لا في الصغر ما عندي حتى شي علاقة بها من هي قالت كنت كتعيش هنا وتعيش لها ما كتعيش عندي بنتي وشهادة الناس وشهادة الجيران بنتي ما كتعيش معايا بنتي من صغرها وهي عند جداها ما عندي بها حتى شي علاقه حتى داك الاحساس اللي ما بين الام والبنت ما عنديش مع بنتي من صغر من صغر لان بنتي من الاول هي عايشه مع جدها من الاول هي عايشه مع دار باها. انا بنتي ما كبراتش معايا قريب مني كيعاود ليا كلشي. واخا تسمحي لي على هذا السؤال دابا باش يعني كان كيوصل لمستوى هكا الصراع المادي بيناتهم يوميا والجيران كيسمعوا كاع لمده طويله. هو هادشي هو دابا انا واخا نبغي نكذب عليك في هاد القضيه ونقول لك لا راه الجيران كلشي الناس اللي قرابين لينا راه كانوا كيشوفوا وعايشين معنا هادشي ما يمكنش ليا نطلع نكذب عليك.
هو الصراع كاين في اي اسره، رجل ومرته غير كيبقى الحده ديالو كتختلف مع ما راه اي رجل ومرته كيوقع سوء فهم كيوقع. اخر مره تلاقيتي الوالد فوكاش؟ نهار قبل ما يموت. نهار نهار قبل ما يموت. قبل ما يموت هو مات الحد، انا السبت كان معايا، وكان العرس ديال اختي الاربعاء والخميس اللي في داك السيمانه مورا الحد. عرس؟ كان اختي عندها العرس. هاد الصغيره منك؟ اللي صغيره مني. مسكين مات قبل العرس. مات قبل العرس ديال اختي بثلاث ايام. صافي كان داير معايا، قال لي شوفي انا راه اليوم على داك نهار السبت، قال لي راه خصني نمشي نتقدى شحال من حاجه، وكنوجد العرس وعارفه شحال من حاجه خصني نتقداها. قال لي هانتي راه انا حتى الغدا وراه غادي نجي نخرجك تاخدي داكشي اللي نخرجك بنتي تاخدي داكشي اللي خصك ونجلس انا وياك ونهضروا. قال لي اسمحي لي، قلت له ماشي مشكل. صافي فين هادشي؟ جا عندي على نهار قبل الوفاة نعاود لك. جا عندي هذاك السبت طلع جلس معنا في الدار وبقى شحال هو جالس معايا وكيهضر معنا وداكشي، وتا ماما كانت معاه وخوتي هنايا عند مي. خرج ومشى ويرجع لعندي، رجع صون عليا في الدار وقال لي هبط الطوموبيل. هبط الطوموبيل بقيت جالسه انا، قلت ليه طلع؟ قال لي لا، قلت ليه مشي للدار. قال لي لا غير بغيت نهضر نجلس معاك في الطوموبيل. قلت ليه واخا، بقى جالس معايا. قال لي بنتي رانا عييت وعليا الضغط، انا دابا خصني نوجد لاختك العرس، كان الخدمه المشاكل في الدار. قال لي راه عييت بنتي، قال لي بغيت غير نرتاح، قال لي بغيتي سالي غير هادشي ناخذ غير يومين غير نرتاح فيها، ما بغيت لا نخرج لا حتى حاجه، بغيت غير نرتاح. صافي قال لي راه انا وماما كنا متفقين على الطلاق من بعد العرس ديال اختك، هي اتفقنا على الطلاق من بعد العرس ديال اختك. قال لي انا ما جيتش هكا، قالها لي، قال لي انا ما جيتش كناخذ رايك كنشاورك باش زعما تدخلوا بيناتنا. قال لي انا ما جيتش كنشاورك، انا جيت كنقول لك شنو كاين. صافي ماما كشفتي هذيك اللحظه؟ كانت الفوق؟ لا، كانت مشات، كانوا مع تقضية العرس وداكشي كان كل واحد كيخرج. انت كنتي بيتها هنا؟ انا كنت هنايا. لا جا هو وياها؟ جا هو وياها. سلمتي على ماماك؟ دخل عندي قال لي لقاني انا كنقاد شي حاجه، يلا غادي نخرج باش غنسلم عليها. قال لي بلا ما تخرجي راه ما تستاهلش. شنو قال لك؟ قال لي دخلت عمتي قالت لي خرجي راه هكا ماماك راه طلعت. قال لي سلمي على ماماك. قال لي ما تسلميش عليها راه ما كتستاهلش. قال لك ما تسلميش عليها راه ما تستاهلش هكا؟ قدام قسم بالله العظيم. علاش قال لك ما تستاهلش؟ ما داكشي بيناتهم وما عارفين شنو كاين. وانت كتسلمي عليها دائما كتجي من المدرسه ولا؟ لا هذيك لا فهمتيني. انا تنقول لك هو في هذيك اللحظه شنو قال لي. انا بغيت نسولك واش تما عرفت راه كاين بيناتهم شي مشكل؟ هي فاش مشى وجا وقال لي رحنا اتفقنا على الطلاق، وانا ما جيتش كنسولك واش شنو ندير ولا كناخذ رايك، انا راه جيت غير كنقول لك شنو كاين. لا هاد ماماك ما تسلميش عليها ما تستاهلش، ما عمره ما قال لك بحال هاد النوع. لا اول مره هاد العباره. اول مره ما عمره قال لي هكا. قلت لك واش ديجا كتسلمي ولا شي؟ اش بغيت نفهم؟ لا ما عمره قال لي كاع نهائيا. قال لك ما تسلميش عليها راه ما كتستاهلش. هي ما تسلميش عليها ما تستاهلش هكا. واخا غادي نسولك امي فاطمه على بعض الاشياء اللي كانت موضوع النقاش ديالها. مثلا واش كنتي واقفه على الطلاق انت والسي نور الدين؟ انا ما ولدي ما كنا واقفين لا على الطلاق ولا شي حاجه. هاد الكلمه ديال الطلاق انا اول مره تنسمعها منها هي. ما كنتوش غتطلقوا؟ ما كناش غنطلقوا، احنا كنا كنستعدوا للعرس ديال بنتي، كنا تنوجدوا للعرس ديال بنتي. بنتك؟ بنتي. بنتي اللي هي دابا. واخا هي برا. لا بلاش الاسماء الا بغيتي. بنتي انا كنا كنوجدوا لبنتي العرس. انا ما عنديش هذيك الفكره ديال الطلاق، وهذيك انا ما فراسناش، انا ما فراسناش. ما كاينش كاع الطلاق عندكم؟ عمري ما وصلت انا رجلي هذيك الكلمه تنوصلوا تيقولها لي ولا تنقولها ليه. ايوا صافي بقى كانت حالته النفسيه. عمرك شفتي في ديك الحاله؟ لا لا تلا دي. انا قلت شنو قلت؟ قلت راه واقيلا غير مع العرس ديال اختي ومع الضغط والخدمه وهكا راه كيهضر وجهه زرق مثلا ولا معصب. كيف ما بكاش؟ فاش جلست انا وياه في الطوموبيل بكى. اول مره هذيك انا كنشوف بابا كيبكي، ما عمرني شفت بابا كيبكي. كيف الطوموبيل ديك لحظه كيبكي بزاف؟ داكشي علاش ما بغاش يطلع للدار. صافي كان تضغط، كيتضغط تيبغي يجلس معايا غير انا وياه بوحدنا، كيبغي حتى واحد كاع يجلس معانا ولا يقول لك. قال لي بنتي راه انا عييت، راه عليا الضغط من بزاف ديال الجوانب، رانا عييت. قال لي بغيت غير نرتاح. قلت لي واش؟ قلت لي زعما ياك ما الضغط ديال العرس ولا مالك؟ قال لي بنتي راه انا عييت.
هي فاش قال لي شوفي راه انا وماماك اتفقنا على الطلاق مورا العرس ديال اختك، ولكن انا راه ما جيتش كناخذ رايك، انا راه جيت كنقول لك شنو كاين، جيت نقول لك يعني كي استعدوا ها القرار ها. موضوع ديال الطلاق فايت تجبد ولا اول مره كتسمع؟ لا فايت تجبد ديما غنطلقوا ديما غنطلقوا تنشوفوا تنقولوا صافي هذه هي الاخر. منين حليت عيني وسط منهم وانا كنسمع هذيك الهضره كانت شي شي ما درتوش شي لحظه ديال الطلاق ولا عمركم ما حاولتوا؟ عمرنا هذيك الفكره ما كايناش، ما كايناش هذيك الكلمه ما تدورش عندي انا وياه، ما كايناش. صافي حنا تزوجنا على سنه الله، على سنه الله ورسوله، صافي تزوجنا ولدنا وليداتنا بقينا مستقرين، هو تيخدم في خدمته وانا انا مقابله وليداتي، كل واحد قايم بالواجب ديالو، هو قايم بالواجب ديالو اللي مكلف بها، وانا مكلفه بوليداتي ولدي، كل واحد قايم بواجبه. كي كانت علاقتك ب ب ب ب يعني بخوته وعائلته؟ لا ما كتربطني بهم حتى شي علاقه، لا كاينه شي حاجه غير فوج. من نهار الخطبه والزواج ما وليتيش شتيهم؟ من نهار ما كاين حتى حاجه، من نهار الاول ما كاينش حتى علاقه، ما كايناش بيني وبينه. علاش؟ من نهار الاول والنزاع كاين. اصلا ناسين هذا من نهار اللي جا باش يخطبها عند الوالد ديالي ما يخطبوش، جاب بوحديته. جاب بوحدو؟ سير عطر جاب بوحديته في نهار راسه. قال لي با ما يمكنش با لا ما قالوا ما يمكنش انت جاي بيتك بوحديتك راه ما يمكنش، ما عندك عائله ما عندك، حنا كنعرفوا راه عنده العائله حيت كانوا جيران ديالنا. قال لي عائلتي ما موافقش ولكن انا باغي هاد السيده. قال له هو السير عطر الكورنيل قال لباك باش بغى ياخذها، قال له راه عائلتي ما قابلهاش وانا باغيها. ما باغيش يجوا معايا، المهم ما بغاتهاش هكا بصريح العباره. من الاول الام ديالي ما بغاتهاش وما موافقاش. علاش شنو كان عندك مع امها شي مشاكل قبل؟ ما بغاتهاش لانها حيت هي مطلقه بولدها. اول مره يعني غادي يخصو اول مره غادي يتزوج ما بغاتش. دابا هي عندها وليد، كان عند شحال كان في عمرك ديك السيد؟ شي 3 سنين. 3 سنين؟ لا كتب عامين. ممسي العطور قالت له ما نزوجكش مرا بولدها. دائما طلاق لمده طويله. شنو اصل الخلاف في نظرك؟ شنو هو سبب الخلاف؟ ولا تحتفظي به عندك يعني انت عارفه؟ ما تقدريش تقولي لا، واخا نقدر نفترض انا واحد السبب من غير داك الشيء اللي كنظن في راسك والله اعلم. حيت انا قلت لي انتم بنات وكاين عندكم الدراري، عمامك دراري؟ عمامك دراري؟ ما كانش موضوع ديال الدار كان حتى هذاك الموضوع؟ كان خوف من التعصيب؟ خوف، ولكن حنا هو دابا لا انا كنسول واش كاين هذا المشكل؟ كاين هذا المشكل، كان حتى هو هذا الدار في سميتو ولا في سميتها؟ لا في سميت بابا الله يرحمه. باباك؟ كانت كتقول له كتبها ليا؟ كانت تقول لي كتب لي دائما كتب لي الدار عادي ما كتب لي انا غندي غير البنات، انا عندي غير البنات، كتب لي ما بغاش. كانت خايفه من يجيو العمام على التعصيب؟ هو كان ما باغيش يكتب ليها، ملي كان كيهضر معايا انا كيقول لي انا نكتب ليها غدا تجري عليا. كان كيقول لي انا نكتب ليها غدا تجري عليا. في الاول فين كنتي انت وياه؟ دارنا. داركم انت؟ دارنا. دار الوالده ديالك؟ قال الوالده ديالي. سكن معاكم هو السلام؟ كان معايا في دارنا. شحال بقى؟ تقريبا شي 6 شهور وانا وياه في دارنا. الزواج الاول 6 شهور؟ الزواج معايا في دارنا، عاد خرجنا كرينا انا وياه. كريتو انتوا من بعد؟ كرينا من بعدها. ايوا صافي، والصراعات والمشاكل ديال دار. وعاد جا شرا هاد الدويره هادي؟ هادي راه ما شريناها حتى 2001 وانا راه تزوجت 2000، تزوجت به شي 8 سنين، عاد شرينا انا وياه شراو هاد البقعه. شرا بقعه؟ شراها بقعه. هادي اللي نوضت المشاكل. هادي هي صداع. شحال فيها مترو؟ في 52 متر. دابا حنا في 52 متر. حتى دابا ساكن في دير 50 متر. 52 متر. ولكن انت علاش بغيتي يكتبها لك؟ انا ما عمري قلت لي كتب ليا. لا كيقولوا انت بقيتي عليه، هذه سبب المشاكل. انا وراجلي متفقين حتى واحد من نهار الاول ما نقول لي كتب ليا وما يقول لي نكتب ليك. صافي حنا كنكبروا وليداتنا حتى يدير الله تاوي الخير. ما عمرك قلتي له كتب لي هالدار؟ ما عمري قلت لي كتب ليا ولا حتى شي حاجه، عمري ما سميتها حتى بفمي. وهما تيعرفوها. لا طلبت منك واحد الطلب. نعم اولدي. تحلفي لي على جوج حوايج. نحلف اولدي. واخا هو الحلف ما. لا نحلف الا كان. لا تقدري تحلفي على ان جوج حوايج، ما عمر الطلاق كان موضوع. ما عمرك ما قلتي له كتب لي الدار. نحلف. وانت صايمه تقدري. وانا صايمه. تقدري تحلفي. وانا كبيره انا كبيره. وتحلفي بالله. نحلف اولدي. وحاجه بيت الله بالنسبه لي. وحاجه. ما حاجاش هي حاجه. هي مشات حجات مورا ما مات المرحوم. يعني تستعدي تحلفي. نحلف اولدي الا كان. تحلفي في اي بلاصه.
ماشي ما عمرك انك قلتي الطلاق معاه؟ عمري ما ذكرناش هذه الكلمه، ما كدورش عمر بناتي اللي هما معايا. هذا هو النقاش اللي داير بزاف ديال الطلاق والدار. اللي عمر انا بناتي ما سمعوش، انا حتى النقاش اللي كنتناقش انا وياه ما كيشوفوش بناتي، ما عمرو حضروا ليه. هو كان تي هو كان تي كي كي ما خصش بناتو يشوفوني انا وياه كنتناقشوا. بقاوك معزه علي على حيت تيبغي بناتو ما تيبغيش يشوفني انا وياه تنتناقش، يشوفونا كنتناقشوا. وعلاش هي عندها هذا الخوف ديالك دائما ولا عام مؤخرا هذه الكتيبه ديال الدار؟ لا لا من شحال هذه ديما كتب من شحال هذه ديما ديما فين ما ينوض الصداع تيكون السبب ديالو يا على هذا الموضوع هذا يا على الفلوس يا على حوايج اخرين. وعلاش دا الوراق ديال الدار عطاهم عطاهم الختو ولا عطاهم العائد؟ ما عطاهمش الوراق. عندهم الوراق ديال الدار؟ عندهم الوراق تهزوا نهار ثلاث ايام. كيفاش؟ تهزوا من الدار، حنا مشغولين لا هو داهم لهم على ما سمعت من بعض المصادر تيقول لك قال لهم هالسيده ما عطاتهمش كتخطط لنا. لا انا كان شي واحد تيقول لامو مراتي كتخطط لبناتي. دابا الوراق كيفاش توصلوا عندهم الوراق ديال الدار؟ الوراق تهزوا نهار الكنازه وحنا مرونين. كتعرف الكنازه شنو تيكون؟ الوراق تسرقوا لكم منها؟ تسرقوا نهار الكنازه تسرقوا. نهار الكنازه تهزوا. تخداو. وانا باش نعرفهم انهم خداهم حيت حتى مشاو للدار نهار ثلاث ايام حتى سالينا الاجراءات. درتي شكايه في هذا الشيء؟ ما غنديرش حتى شي شكايه. ما علاش ندير شكايه؟ ديال السرقه؟ لا ما غنديرهاش، خليهم هما لا ما ضميرهم ما انبهمش. خلي لهم الوراق باش ما غنقول لهم ما ندير معاهم حتى شي حاجه. الا هما ما ضميرهم ما انبهمش على وجه هاد البنيتات يديروا ياخذهم. انا ما بغيتش. واخا نسولك ام فاطمه، طنوبيل الطنوبيل اللي دار بها الحادث فين هي؟ هذيك غير لوكاسيون غير مكريه. الكرا لا الاخرى هذيك معمر هذيك شهرين ولا ما وهي عند الطولي دار بها حادثه قبل ما يموت. الطنوبيل ديالو؟ ديالو دار حادثه؟ دار حادثه. عاد خدا الاخرى الذكرى؟ عاد خدا. انا بغيت نسولك هذيك الطنوبيل الاولى فين هي؟ كانت عندهم. خداوها هما؟ خداوها هما، هو اخوه جابها من الطولي ودخلها للكراج وخباها. والوراق ديالها؟ الوراق عندي. الوراق عندك؟ الوراق عندي. دابا هما عندهم الطنوبيل؟ هما عندهم الطنوبيل وانا عندي الوراق. عندي الوراق. وانت عندك الدار؟ انا عندي الدار وهما عندهم الوراق الدار. صراحه مزيان. ويلي ويلي ويلي. نعاودوا هذه ام فاطمه، دابا هما عندهم الطنوبيل وانت عندك الوراق ديال الطنوبيل. انت عندك الدار هما عندهم الوراق ديال الدار. عمرها دات بك الشكايه؟ لا ديما كدعيني. الوالده ديالك؟ ديما كدعيني. بعدا كانت في الاول عرضات عليا الفلوس باش نسكت. ملي ما بغيتش نبعد على الموضوع ونسكت بقات كدعيني. عرضت عليك فلوس؟ باش نبعد على الموضوع ونسكت. وقالت لي خرجي خذي داك الفلوس وهزي سيري خرجي برا. ولكن واش عندك ادله باش درت شكايه من بعد ما عرضات عليا؟ لا ديال الدليل حيت هذا اتهام عاوتاني. شوف من بعد ما عرضات عليا الفلوس درت شكايه موراها بثلاث ايام. كنت غير ذاك الوقت انا ملا هي كانت عندي شي حاجه في لافاك تبع راه الشكايه درت لها للسيد وكيل العام. لا هذه قلتي لي كنت كنسجلها. هذه كانت تبعاتني، هذه ماشي في الدار ولا انا مشيت لعندها ولا شي حاجه. هذه كنت غدا انا غير لافاك تبعتني هبطتني من الطاكسي وقالت لي اجي نتفاهموا راه كاين حل اخر. كي تسحب لي انا غتقول لي ها انت راه شنو كاين شنو كاين بغيتي تبعي داك الشيء ديال باباك تقلبي قلبي ودبري راسك. انا راه ما نتحملش مسؤوليتك قلبي ودبري راسك. هادشي اللي كنت كنتوقع اني غنسمع منها. قالت لي شوفي غنعطيك فلوس وسيري خديهم وخرجي عيشي حياتك وبعدين من هادشي راه غتجيبيها في راسك. انا داك الايامات 30 مليون 30. انا داك الايامات كنت ملاهيه كانوا عندي شي امتحانات وشي حاجه في لافاك. ومن هاد جهه 30 مليون؟ واه تبارك الله راه عندها رزقها. خدامه هي؟ خدامه شكون عندها رزقها؟ من بعد ثلاث ايام درت شكايه انا غنوريها لك. درت شكايه وتحفظات ليا. مشيت درت شكايه قلت لهم راه حيت ربما ما عقدتش ادله يعني غير عاودتي واحد 30 مليون امي فاطمه. دابا قولي لي هذه قلتي لبنتك نعطيك 30 مليون؟ على كاين شي واحد تيدير شي حاجه وتيقول لولدو اجي نساومك. كاين شي واحد تيدير شي حاجه ولا كانت ولا كان ولدو راقب على شي حاجه؟ باش راقب هي ما عايشاش معانا وما كايناش وما حاضراش اصلا. ما حضراش ما عايشاش ما كايناش هي اصلا معانا في الدار باش تحضر ولا تشوف. هي ما شافتوش ملي خرج وما شافتوش فين كنا انا وياها من الصباح. انا وياها راه من الصباح ديال نهار السبت وحنا خرجنا تقدينا ما كانش في علمها بانني انا خارجه انا وياه. ما كانش عارفه. علاش 30 مليون؟ ايوا فما هذاك تقول به اللي بغيت. منين غيجي هذا الشيء؟ منين غيجيني راه شحال كيدير؟ سير شوف لقيتو عندي 30 مليون. هذه سؤال هذه زوينه ام فاطمه. سير راه يا لابونك ديالي مستعده. كانت
لا انت بحكم قربك من الملف واش كيبان لك كاينه شي حاجه مبرره زعما تقدر تكون جريمه قتل شي فعل زعما والا انا علاش دابا انايا انا هنا قدام اكو كان عندي الشك ما غاديش كنتي غتلقاني هنا قدامك طالعه قدام 40 مليون ناس ما كنطيح الباطل وماشي سهل عليك وراه ماشي سهل وباك امك وشنو غندير انا مع الحق راكو كان با اللي دار في امي نفس الحاجه كنتي غتلقاني نايضه ضد الضبه هذا موقف سليم انا مع الحق انا ما ضد امي ما ضد الضبه انا مع الحق مظلومه توقفي معاها نوقف معاها بحال بحال ما نخليهاش وما نسمحش فيها ولكن دابا منين با مظلوم لدرجه انه كاع راه مات راه القتل هذاك ونسكت لا راه ما نقدرش نسكت بقات كدعيني قالت لي والله تنصيفطك للحبس باغا تصيفطينا للحبس انت والله انا تنصيفطك للحبس بقات كدعيني بالسب والشتم الغير العلاني العقوق كل مره باش كدعيني وكا عاوتاني كيكون المال ديالها كنخرج لا كنخرج براءه خمس سنين هكا الوضع خمس سنين هكا الوضع من 2018 لا مناسبات دينيه ما تهضري معها لا حتى شي حاجه انا من بعد 20 يوم ولا 15 يوم سدات عليا باب دارنا دابا لدابا دابا لا تمشي من بعد شوف من بعد 20 يوم على الوفاه ديال با الله يرحمه سدات عليا باب دار الا مشيتي قالت لي ما تهضري مع خوتك ما تهضري معانا ما تدخليش عندهم للدار لا وما كندخلش دابا راه 5 سنين وانا بصح ما كندخلش صافي باش ما نهضرش معاهم علاش هتسد عليك الباب ما بغاتنيش قال حوايج اخرين هذيك عاوتاني لا شنو في نظرك حيت تسمحي لي على السؤال نطرح وانا ما عارفش عا كنحاول حيت هي لا كانت هي راه في صالحها تدخلك وفي صالحها تحتضنك ولا تخليك تمشي لعند اطراف اخرى قدر مثلا عمامك هي ما في صالحها تمشي عند عمامك وتهضري مع عمامك منطق مصلحتها الا كانت هي دايره شي فعل دابا انا كنفكر هي في صالحها تدخلك عندها ولا تخليك برا حتى امامك يحتضنوك نختم معاك بواحد بغيت غير نعرف علاقتك بالاب ديالك تاريخيه علاقتي مع بابا كانت علاقه الحمد لله زوينه حنين فيا كان اخ واب وسند عمرو ضربك عمرو ما ضربني في حياته عمرني عقلت على بابا زيدتي وضربني حيت الناس كاين اللي كتصور داك الرجل البوليسي اللي كيكون عنيف زعما لا 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 كان حنين بزاف لا معاك لا مع خوتك لا معايا لا مع خوتي معنا كاملين الحمد لله ممنوع يضرب شي واحد كان هو ما تيبغيش يضربنا ما بغاش يربينا بهذيك الطريقه كان هو ما تيبغيش هذيك الطريقه ديال الضرب كانت شي حاجه بالهضره كان كيهضر معايا غير بالهضره وكيخليني كنتفقص كنقول كون يضربني وما يهضرش معايا هكاك والوالده كاينش يضربها لا غير كيهضروا لا غير كيهضروا بابا ما كانش كاع في علاقته بالقرايه يعني تعليمكم ضحاك تحس كان باغيكم تقراو ولا كي كانت علاقته بكم كانت علاقته بينا في القرايه باغينا نقراو باغينا نوصلوا باغينا توفر كل شيء الحمد لله كان موفر كل تقول لك غير قراي بقيت قراي تديري 40 عام انا ما بغيتكش تخدمي بغيتك تقراي بغيتك تقراي انا غير قراي انا لا قريتي هذاك نحس براسي على ان هذيك التماره اللي كنضرب راه مشاتش ليا هكا كنبغيتكم غير تقراو بقيت قراي حتى تعيي والوالده حتى هي كتقول لكم غير قراو كانت كتوفر كل شيء دابا خلي الصداع انتم كاسره مثلا كان واحد الوقت البيت يعني استقرار كتعيش ولا دائما الصداعات والجو هاك الاغلبيه ديما الصداع باش ما نكذبش عليك دائما كانوا واخا نبغي نكذب راه الناس جيران وكلشي غيعرف عشان كاين ما نكذب تاريخيا ما كتدخلي انت لمن كتنتصري انا ما تنتصلتش واحد بجوج كيقول لك خلينا بيناتنا كيقول حنا تيخرجونا من الصداع تقول خلينا بيناتنا ما تدخلوش بيناتنا صافي ما كندخلوش ما كنجي من هنا ما كنجي من هنا كنخليهم بيناتهم صافي حتى تيبردوا بجوج وكيرجعوا كيهضروا كيف كتعيشي دابا يعني بغيت نسولك نفسيا يعني الحمد لله كنعيش بخير انا كنجري غير على الحق انا حاسه براسي الحمد لله مزيان حيت انا غير في الحق علاش غندم ما كتحسي براسك تقدري تكوني ظلمتي ماماك لا كون كنحس براسي انني غنكون ظالمه شي حد ما كنتش غتلقاني انا هنا قدامك لا واش ما كت لا ما ظلمت حتى شي واحد مأكده من هادشي انا مأكده مليار في المية انا ما ظلمت حتى شي واحد لا تبغي ماماك تدخل الحبس؟ ما
ماشي نبغي ماما تمشي تمشي للحبس، وكون بابا قتل ماما نبغي بابا يمشي للحبس. انا كنسولك ما فهمتش. راه كون خويا يقتل اختي نبغيه يمشي للحبس. ما انا ندير غلط خصني نمشي للحبس، واش يحد فوق القانون؟ تحت ما فوق القانون. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، شكون ما بغى يكون. انا ما كنقولش موقفي واخا حتى انا. شكون اللي سمى ابتسام؟ السميه انا. انت ولا باها؟ انا. علاش سميتيها ابتسام؟ كانت عزيزه عليا ديك الكلمه، تتعجبني. كانت تعجبني كلمه ابتسامه صحابي تكون مؤر. لا لا بلاش، انا بغيت نعرف زعما بغيت نعرف المحبه. انت اللي سميتيها ابتسام؟ انا سميت ابتسام. تلاقي على سبوحه؟ ما درناش. علاش؟ ما درنا حتى حاجه. ما درنا حتى حاجه. علاش ما درتوش السبوع ديالها؟ فين غنديروا السبوع هي صداع والغوات نايض. كاين لا سبوع لا حتى حاجه. ما درنا حتى شي حاجه، زادت عاديه. ما درنا حتى حاجه. فرحتي بها في معلوم، كان شي واحد ما تيفرحش بوليده. كان فرحان سي نوتي. كان فرحان. ولا بغيت نعرف السبب ديال السبوع علاش ما داش، ما ديش شنو المشكل؟ أولا كان داك الساك صداع. كان صداع. هذيك الفترة اللي كانوا بداو الصراعات. ملي ولدتيها بدا الصداع بزاف. درجة ديال سامحات فيها. ها؟ لا ساليهم. ها؟ أنا بقاو الصداع والمشاكل خليتها. ساليهم جات الضرب. بقات معاهم. كي كانت علاقتك بابتسام؟ ما عندي حتى علاقة. انت اخوها من الوالدة؟ ها؟ ما عادي. لا بصدق بصدق. قسما بالله ربي شهد عليا علاقة عادية ما. أنا ما كبرتش معها هذا هو اللي. ملي كتلاقاها عادي كتجي. سلام سلام عادي. علاقة كانت عادية سلام سلام صافي. انت هي كي دايرة علاقة؟ أنا صراحة ما عندي بها حتى شي علاقة. انت هي انت اختها الصغيرة؟ انت اختها شقيقتها؟ لا كي كانت علاقتكم؟ ما بيناش وبينها شي علاقه، ما كانش هذاك لا قبل 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 هذا المشكل، كنقولوا قبل الوفاه، علاقه كانت حيت هي قالت لينا في الحوار اللي درنا معها، قالت لك علاقه معكم مزيانه. ما عندنا فيها حتى شي علاقه، غير ديك السميه ديال راها خدمه، حيت ما عندناش بها شي احتكاك، ما كنتلاقاو، ما كنتجمعوا في مناسبات، ما كتجيش عندنا، ما عمرها كانت معنا في ما يمكنش، ما عمرها ما جات لنا. لا تجي غير هي باش تجلس معانا وتبات ولا شي حاجه كتجي ولا مشى نور الدين و... عندها معكم شي تصاور؟ ما عندهاش. لا يقدر يكون. يقدر يكون. لا يقدر يكون ولكن هنا في الدار عندنا ما عندناش. لا ملي كديروا شي ما كاينش مناسبات هنا مثلا. ما عندنا مناسبات ديالنا حنا خوالاتها كاملين تزوجنا كاملين ولدنا كاملين درنا العراسات. كتكونش معانا. كاملين مناسبات كاملين جوج خوتي جاو من العمرات كاملين. هي ما قالتش فيكم على الخير، هي هضرت فيكم بالخير زعما. حنا دابا ما قلناش. انا ما استضفتها. هي ما حضرتش معنا ما عندنا حتى شي تصاور ديك المناسبات اللي عندنا كاينين البنات وفين ربي الله يرحمه. فين الاخت ديالي بالنسبه لابتسام ما عمرها كانت معنا في شي مناسبه نجيبوا التصاور ديال المناسبه لك انت الصغيره ياك مثلا انا بغيت نعرف قبل شي مره تعيط لك تخرج انت وياها تعاود لك شي اسرار ما كايناش هذيك العلاقه ما كايناش ما كايناش ديك الصيله بينا من الاول من الاول قبل ما يموت المرحوم قبل علاش انت ما حاولتيش تقربي منها لا شكون خلاك كانوا موانع كما كنقول شنو هما الموانع هما عائلة باها صباح تنتي عاوتاني كنتي كتجري ولادك لا حنا غير بعاد عليها وصافي حنا ما كنديروش داك كنجرش انا بناتي كنقولوا لا نبعدوا منهم ولا شي حاجه ما كاينش هذاك ما كاينش هذاك واخا نختم معاك امي فاطمه واحد السؤال شويه درتي شي فاطا شي حاجه لا بغيت نقول لك شي حاجه غلطتي وندمتي بصدق الخطا اللي درته ولدي في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس هذا هو الخطا الكبير اللي درت في حياتي علاش عطيتها ليهم كبروا فيها الحقد وعمروها وعمروها وطلقوها عليا حاقده على كل شيء ماشي غير انا حاقده على خوتها حاقده على باها شتي هاد باها اللي كدافع عليه براسها حاقده عليه ما يمكنش ما كاين لا حب لا والو بنتي هي بنتي حقوده بنتي حقوده لكن ما بانش لينا الحقد لا كاين الحقد مادام تتقول لك والله تندير لماما والله تندفع لماما حاقد الانسان كاين الحقد الداخل كتلبق ليا تهمه وكتسؤ ليا وكتسول سمعتي وكتشوف شرفي هذاك هو الغلط الوحيد اللي درت بقى فيك الحالة ام فاطمة معلوم ما يبقى فيا الحال معلوم كما كان الحال كتبقى انا امها
انا ما ولا بهذا انا ما انا ما انا ما كانت تخرج كاع على شكات التجأت القضاء تخلي القضاء ياخذ المجرى ديالو تخلي التحقيق غادي ما تخرجش الاعلان ما تضربش ما تضربش في عرضي ما تضربش شرفي ما تجبدش هذاك الراجل تخلي القضاء غادي المسطره غاديه تخليه تخلي كل شيء غادي هي كتقول بان القضاء تعطل لولا كذا حسيت بابا احنا ما غندخلوش وما غندخلوش حنا في القضاء حنا غاديين كما غادي القضاء حنا غاديين معاه كنتمشي وحده وحده وتسنى تسنى القضاء شنو يقول وشنو غيحسم في هذه القضيه باش انا تخرجي للمنابر وتخرجي وتعلني بان انا دايره وانا مطلقه وانا غنطلق وانا عندي العاشق ديالي وانا عندي انا قتلته وانا معايا الناس كبار هذا لا يطاق راه اي ام ما غتحملوش ولدي المهداوي واخا تكون امك خايبه كتبقى الام هي الام لجات الى ما نعرف شنو حيت واش تقدر هي تكون ضحيه مثلا ديال انا عاد كنطرح سؤال ماشي هذا سؤال واش يمكن تكون او الا كانت هي مثلا ضحيه ديال قرائن ماشي خاطرها بانت لها هذه زائد هذه زائد هذه واعتقدت وتوهمت مثلا مثلا ومن بعد بان لك انت هادشي وجات طلبت منك المغفره والسماحه ما تسامحيهاش؟ لا ما تسامحيهاش نسمح لي با يعز عليها واعتقدت مثلا اعطيك على مثال باها كتبغيه وعز عليها وسحب ليها او اعتقدت بان باها راه يقدر يكون مقتول مشات في هذا الاتجاه ومن بعد نعطيك على مثال اكتشفت بانها كانت غلطه وجات عندك وقالت سمحي لي اما لا كانت غلطه كاين القانون ماشي هي القانون كاين القانون حنا غاديين في هذا المسطر حنا غاديين في القانون يعني ما تسامحيش معها نسامحش معها نسامح معها انا شهرتني انا خلاتني في المنابر الاعلاميه كلشي تيهضر فيا كلشي تيسبني كلشي تيطعن في شرفي كلشي تيهضر في ولادي كلشي تيهضر في بناتي لا سي المهداوي هذاك راه شرف هذاك راه وجهي انا وجه بنياتي انا ما طعنش في شرفي ما طعنش في شرف وما تخليش اللي سوا وكنت انا ما بصح ما تخليش اللي سوا يهضر فيا اللي تيعرفني واللي ما تيعرفش فيا صافي المسطره غاده سي المهداوي الحمد لله اما اللي كيعرفنا راه الحمد لله راه كيجيو عندنا الناس يقولوا لنا الله ينصرنا الله ينصركم عليهم شي يقول لكم الناس الله ينصرنا الله ينصركم شكون هاد الناس يقول لكم الله ينصركم عليهم عارفيننا